عرض الوجود بمهجتي وروحي وجهدي ووفائي. يا عرض الوجود بمهجتي وروحي وجهدي ووفائي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين ومتابعين قناة الأحوازية، وايضا نرحب بكل شعب العربي الأحوازي اينما كان في المهجر او في الداخل، نقول له كل عام، وعفوا نقول له ان شاء الله النصر قريب باذن الله تعالى. وفي هذا العام، عام 2013، سوف تتحقق اعمال الاحوازيين وسوف تتحرر الاحواز باذن الله تعالى. مشاهدينا الافاضل، كما تعرفون بالبدايه نبدي باخر الاخبار الوارده من ارض الوطن. الحكم بالاعدام بحق عدد اخر من مواطنين الاحوازيين في هذه المره من مدينه السوس الاحوازيه. نقلت مصادر احوازيه للمركز الاعلامي للثوره الاحوازيه من مدينه السوس بين قوسين الشوش عن إصدار حكم الإعدام بحق اثنين من المواطنين الأحوازيين. وإشارت هذه المصادر على أن المحاكم الإيرانية حكمت بالإعدام على كل من المواطنين علي جبيشات الكعبي وسيد ياسين موسوي من أبناء مدينة السوس، كما حكمت أيضا على الأسير الأحوازي آخر وهو سلمان جايان بالسجن 25 عاما والإبعاد إلى مدينة يزد. وحكمت السلطات المحتلة الفارسية قبل هذا على 9 من المواطنين الأحوازيين بالإعدام، 5 منهم من مدينة الخلفية، وهم كل من هادي راشدي وهاشم شعباني وجابر البشوسة ومختار البشوسة ومحمد علي عموري وأربعة آخرين من مدينة الفلاحية، وهم من الأمير عبد الأمير خنافرة وغازي عباس وجاسم مقدم بناه وعبد الأمير مجدني. وهناك تخوف أن تنفذ السلطات الإيرانية جريمة الإعدام بحق هؤلاء الأبرياء في أي لحظة ممكن. ويتحرك النشطاء الأحوازيين في المهجر بشكل واسع لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الجرائم بحق الأحوازيين، خاصة منع السلطات الإيرانية ارتكابها جريمة الإعدام. ونددت العديد من المؤسسات الدولية منها هيومن رايتس ووتش وأمنيستي انترناشونال والأخيرة السيدة أوشنون مفوضة السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت خوف من حياة المحكومين الأحوازيين بالإعدام. أيضا عوائل أسرة الأحوازيين محكومين بالإعدام من مدينة السوس يتعرضون للمضايقات. آخر الأخبار الواردة من المركز الإعلامي للثورة الأحوازية والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان عن الوضع الذي تمر به عوائل الأحوازيين من أبناء مدينة السوس المحكومين أثنين منهم بالإعدام والإفراد 25 سنة سجن وتبعيد جراء التهديدات المكررة التي تقوم بها سلطات الأمن الإيراني في الأحواز ضد العوائل الأسرة وبخص زوجاتهم، حيث تنقل المصادر أن الحالة النفسية لزوجات المحكومين مزرية للغاية وتوصل إلى حد الانهيار العصبي بعد التهديدات المباشرة المكررة التي تلقتها هذه العوائل المنكوبة من المخابرات الإيرانية. بهذا يناشد المركز الأحوازي لحقوق الإنسان جميع المنظمات السياسية والحقوقية بتحميل مسؤولياتها الإنسانية للتصدي لمثل هذه الأعمال غير الإنسانية التي ترتكبها السلطات الأمنية في إيران ضد العوائل ودول مهتمين والأسرة من أبناء الشعوب الغير فارسية ولا رأسهم الشعب العربي الأحوازي، والضغط على هذه السلطات بالكف عن ملاحقة وتعذيب أهالي وذوي المعتقلين الذين يرفضون الاتهامات الموجهة جملة وتفصيلا. المركز الأحوازي لحقوق الإنسان نقلت أيضا أن السلطات المحتلة الإيرانية تعتقل 3 شعراء في الأحواز العاصمة. نقلت مصادر أحوازية المركز الإعلامي للثورة الأحوازية عن اعتقال السلطات المحتلة الإيرانية 3 شعراء في الأحواز العاصمة. وذكرت هذه المصادر للمركز أن السلطات الإيرانية يوم أمس 12 من سبتمبر جاري الساعة 8 صباحا اعتقلت 3 شعراء، وهم كل من الشاعر محمد دسوني والشاعر بشير كريم الزرغاني والشاعر محمود الداوي، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة. لا بد من الإشارة أن السلطات الإيرانية تزيد من الممارسات العدوانية بحق المواطنين الأحوازيين، واعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية مئات من الأحوازيين بدون أن توجه لهم أي تهمة، كما زادت من محاكم الأحكام الإعدام بحق
عدد من الأحواذين وحتى من الآخرين بالسجون طويل المدى والإبعاد إلى العمق الفارسي. وهذا عربت السيدة أشتون مفوضة السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي منذ يومين عن تخوفها لحياة الأحواذين المحكومين بالإعدام الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي. مركز إعلام الإفراء الأحواذية. وأخيرا الأمير تركي الفيصل على أبناء عمومتنا في الأحواذ أن يكثفوا نشاطهم. قال الأمير تركي الفيصل على هامش ندوة في البرلمان البريطاني يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2013 في العاصمة البريطانية لندن أن على الأحواذين أن يثبتوا جدارتهم وكذلك على أبناء عمومتنا تكثيف نشاطهم. أمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها أمام حشد من المقطعين والكتاب البرلمانيين البريطانيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في الندوة تحت عنوان نظرة المملكة العربية السعودية حول التغييرات التي في الشرق الأوسط ركز على نشاط إيران النووي التي تم إلى صنع السلاح النووي وكذلك تدخلات إيران غير مسؤولة في القضايا العربية الداخلية وكذلك دعم إيران لعصابات دمشق وقيادة بشار أسد. وفيما يتعلق بدعم إيران لعصابات دمشق قال أمير تركي الفيصل أن إيران لها اليد الأعلى في قتل الشعب السوري وتدعم بشار الأسد بشكل مباشر ومستمر بقتل الشعب السوري. قال الفيصل أن الاستمرار نشاط إيران النووي الرامي لصنع السلاح النووي وامتلاك هذه السلاح فالتاك سيدفع العرب إلى امتلاك السلاح النووي. كذلك على إيران إيقاف أنشطتها النووية الرامية لصنع القنابل الذرية. وتحدث أيضا فيصل عن تدخلات إيران في شؤون الدول العربية في الخليج العربي خاصة البحرين والكويت والعراق وطالب طهران بعدم تدخل في شؤون العربية. وتطرق أمير تركي عن استخدام إيران شيعة الدول العربية عبر تقلقلهم مشاعرهم وبذل الأموال وقائية في اتجاه تأسيس أحزاب في كل من البحرين والكويت وغيرها من البلدان في إطار سياسة معنية ألا وهي تصدير الثورة إلى الدول الجوار. وبدأت هذه السياسة غير المسؤولة منذ نجي الخميني ومستمر إلى يومنا هذا. وأكمل الفيصل أن إيران تضطهد أهل السنة من مواطنين وكذلك الشعوب الغير فارسية على جغرافية ما تسمى إيران. وفي هذا الإطار نظرت المملكة العربية السعودية حول تحركات إيران وتصريحات القيادية الفارسية حول البحرين. قال الفيصل أن السعودية لن تسمح لإيران تلعب في شأن البحريني على الإطلاق. كما قال الأمير تركي الفيصل أن إيران تحتل جزء من التراب العربي الإماراتي كجزء الإماراتية أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. وفي هذه الندوة التي مهد لها البرلمان البريطاني شارك العديد كثير من النشطاء الأحواذيين وقدموا الأحواذيين ملفات للمشاركين في الندوة تحتوي على وثائق مهمة تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم وكذلك مواساة احتلال إيران في الأحواذ. مشاهدينا الفاضل هنا وصلنا إلى ختام نشرتنا الأخبارية. كما تعرفون امبارح وأول امبارح تم توزيع عن إعلان بث القناة. اليوم ضيفنا أحد أبناء الشعوب الغير فارسية وهو ملا مجيد البلوشي من أبناء بلوشستان. نحيي به حياك الله أخوي ملا مجيد. تسمعني أخوي؟ أخوي ملا مجيد هل معنا؟ أخوي ملا مجيد إذا تسمعني أرجوك. نعم حياك الله أخوي. وأيضا الصوت كان عندك مفتوح وصوت الأبواب تنفتح. يا ريت تسكر الصوت المحل اللي تبيه. نحييك أخوي ونشد على إيدك وعلى جهودك ل مقاومة أهل بلوشستان وشعب بلوشستان وشقانا في بلوشستان. العفو يا أخي. أول حاجة قبل كل حاجة أريد أشكر الأخوة الأحواذيين اللي في القناة اللي هم أعطوني الفرصة إني أتكلم عن البلوش وعن القضية البلوشية. وقبل كل حاجة أريد أرسل تحياتي إلى جميع شعب الأحواذيين إن كانوا في الداخل الصامدين أو إن كانوا في المهجر. حياك الله أخوي. أخوي نبدي بالنبدة قليلة عن من هم البلوش وما هي بلوشستان. نعم يا أخي. قبائل البلوش أول حاجة قبائل قديمة جدا كانت عبارة هي عن قبائل متفرقة في المنطقة إلى أن وحدها الأمير السلطان جلال خان مؤسس البلوشستان الأولى سنة 1100 ومن ذلك التاريخ وتقريبا بالضبط من تاريخ 1839 بدأ الاستعمار البريطاني وبعدها تفرقنا إلى ثلاث دول تم احتلالنا من قبل أفغانستان وإيران وباكستان. وهذه نبذة مختصرة حقيقة لأن تاريخ بلوشستان يعني مطلوب لها تاريخ يعني برنامج أطول. تفضل أخي. نعم أخوي. نبدأ بأول سؤالنا. ما هي المواضيع التي تحرك على أساسها السيد ملا مجيد البلوشي؟
نعم أخي، أنا عضو في منظمة حقوق البلوش في بريطانيا اللي هي بلوشستان بلوش هيومن رايتس، ونعمل على مواضيع إنسانية حقوقية وندافع عن الشعب البلوشي المضطهد والذي يمارس عليه أبشع الجرائم الإنسانية في ظل تكتم إعلامي وإسلامي وعربي وخليجي واضح جدا. نعم، ممكن توضح أكثر المجال الذي تتحركون عليه على مستوى الدولي، مؤسسات الدولية حقوق الإنسان وكمؤسسات ثقافية؟ نعم لا أخي، نحن عندنا مؤسسة في بريطانيا اللي اسمها بلوتش هيومن رايتس، وعندنا أيضا أخوة في جنيف. نعم، أخوة في جنيف من ضمنهم الأخ الشيخ محمد بكثي، وأيضا عندنا في لندن رئيس المكتب الأخ عبد الصمد البلوشي. نحن حقيقة العمل اللي مركزين عليه هو إيضاح للعالم أو توضيح للعالم بمعاناة البلوش، وأيضا بممارسات الجرائم الإيرانية أو الجرائم الباكستانية ضد البلوش. وفي عندنا نحن نعمل مجال ثقافي وايضا نعمل مجال اعلامي، بس الحقيقه نحن كنا مقصرين من ناحيه الاعلام العربي. فالحين بعد اتفاقات مع الاخوه اللي اخوه اللي هناك، فاتفقنا ان نحن ايضا نطرق باب الاعلام العربي، وهذه صراحه فرصه سعيده ويشرفني ان اول لقاء معنا باللغه العربيه هي على قناتكم انتم. حياك الله اخوي، قناه مفتوحه ابوابها لكل المناضلين يناضلون من اجل طرد المحتل الفارسي من الشعوب الغير فارسية، من المناضلين التركمان البلوش الآذريين الكراد، وكل مناضل اللي طرد هذا المحتل وتفكيك الدولة الإيرانية. أنا حييت أخوي وشيد على أياديكم وعلى أيادي كل المناضلين بلوشستان. أخوي، ما لا تعني بلوشستان بالنسبة للشعب البلوشي في ظل ما تمر به الآن في هذا الوقت الحالي؟ نعم أخي، بلوشستان بالنسبة للبلوشي أرض محتلة، في أرض محتلة من قبل إيران ومن قبل باكستان ومن قبل أفغانستان، ويريدون تحرير بلوشستان الكبرى. وبلوشستان هي أرض البلوش، والواضح من اسمها طبعا وهي أرض معبد التاريخ منذ آلاف السنين وموطنهم الأصلي. هذا تعريف بلوشستان بالنسبة للبلوش يا أخي. نعم، ما هي الممارسات العدوانية التي تمارسها السلطات الفارسية في بلوشستان؟ حقيقة هناك تطهير عرقي واضح جدا وإبادة جماعية، وهذه الممارسات ليست وليدة العصر أو حديث الساعة، ولكنها موجودة منذ احتلال بلوشستان الغربي عام 1928 منذ زمن شاه وحتى يومنا هذا. عدوان الاحتلال الفارسي مش يعني في ناس وضحوا أن عدوان طائفي، لكن أنا أقول لا، أنه مش عدوان طائفي، وإنما هو تطهير عرقي. يعني الدولة الفارسية تمارس التطهير العرقي لكل الشعوب الغير فارسية. نعم، حقيقة ما تفضلت به هو التطهير العرقي، هو يجري في بلوشستان، يجري في الأحواز، يجري في أذربيجان، يجري في تركمانستان، ويجري في كردستان، وهذه أحد السياسات الحكومة الاحتلال الإيرانية لتدمير البنية، لتدمير ثقافة الشعوب، لتدمير الشعوب الغير فارسية. هذه هي سلطات الاحتلال الفارسية تبني وتزد مستوطنيها في تلك الشعوب، تغيير الديموغرافية في المنطقة وفي تلك الشعوب. أخوي، لماذا تزيد السلطات الفارسية من إعدام ونشطاء البلوش خاصة في الفترة الأخيرة الأوان؟ نعم أخي، هي تقوم بأسلوب التخويف، تخويف أهاليهم وتخويف ذويهم حتى لا يطالبوا بحقوقهم المشروعة من قبل القوانين الدولية، وأن مصيرهم سيكون مصير الذي سبقهم هو الإعدام والقتل والنشطاء، وأصبح كثير أكثر وعي من سابق. يعني أنا أخي أريد أوضح بس حاجة مهمة، نحن حاليا في سجلاتنا ان كان من قبل السلطات الايرانيه او من قبل السلطات الباكستانيه يوجد لدينا سجل ب 15000 مختطف، ب 15000 مختطف، وايضا هناك رقم يقول بان في بلوشستان الغربيه والشرقيه يقتل اسبوعيا يعني تقريبا يعني 23 شخص. هذا بعض الجرائم الشرقيه والغربيه. ممكن توضح للمشاهدين ومتابعين قناه ماذا معنى بلوشستان الشرقية والغربية؟ نعم أخي، بلوشستان الغربية هي المحتلة من قبل الدولة الفارسية، وبلوشستان الشرقية هي التي محتلة من قبل الدولة الباكستانية. يعني نحن محتلين من ثلاث دول، من أفغانستان ومن باكستان ومن إيران. نعم، يعني بالنسبة لبلوشستان محتلة من ثلاث طرق. أخوي، تعرف قبل أسبوعين قبل أسبوع كانت هناك مؤتمر 24 لحقوق الإنسان في جنيف، وكان كثير من المناضلين والمؤسسات الدولية ومن ضمنها مركز الأحوال لحقوق الإنسان والآخرين مشاركين في هاي الدورة 24 لحقوق الإنسان في جنيف. خلونا نأخذ فاصل ونشاهد ماذا جرى هناك، وسوف نرجع لك أخوي
من لما جيب للنت من الحوار مع حضرتك ناخذ فاصل شاء الله. سلام خدمت همه امروز از مرکز حقوق بشر در ژنو با یکی از فعالین حقوق بشر از سازمان حقوق بشر بلوچستان آقای ناصر محتشمی با تیم صاحبی کوتاه را خواهیم داشت. آقای ناصر محتشمی با تشکر از شما که این دعوت ما را قبول کردید. شما به عنوان فعال حقوق بشر حضور شما در مقر حقوق بشر چه اهمیتی شما چه اهمیتی در روند حقوق بشر بلوچستان دارد؟ تشکر از این که این فرصت رو به من دادید. امروز این 24مین رسلا سشن سازمان حقوق بشر شورای حقوق بشر ژنو هستش. ما توسط NGO سوبین دعوت شدیم و به اینجا آمدیم. همانطور که میدونید فعالیت هایی که اونجا انجام میگیره در مورد حقوق بشر هستش، مخصوصا خودم در مورد حقوق بشر بلوچستان و به نمایندگی سازمان حقوق بشر بلوچستان فعالیت میکنم. فعالیت های ما نسبتا خوب بوده. چند سری ما با احمد شهید ملاقات داشتیم و همانطوری که میدونید فکر کنم 3 یا 4 گزارش قطعنامه به سر احمد شهید داده بر علیه وضعیت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که از همه ذکر شده، کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن. از چه مدت در این مقر حضور دارید؟ شرکت می‌کنید و فعالیت می‌کنید؟ حدوداً با سازمان با NGO سودویند این 3مین ساله. منتها قبل از این هم خود بلوچا با بلوچای پاکستان فعالیت داشتیم. بله. شما فکر می‌کنید اموری که در این مقر مطرح می‌شود تا چه حدودی تأثیرگذار می‌باشد؟ تأثیر به اون شکلت ما بگیم کوتاه مدت ممکنه چیزی دیده نشه، ولی در دراز مدت اینا که ما الان افشاگری میکنیم در سازمان ملل بر علیه بی‌عدالتی هایی که در ایران انجام میگیره اینا ممکنه کوتاه مدت جواب نده، ولی در بلند مدت دقیقا دنیا خبر میشه که همچنین ملیت هایی در ایران وجود دارن که حقوق آنها پایمال میشه و خودتون میدونید که قبلا ذکر کردم که این 3مین یا 4مین به اصطلاح گزارش همچنین هستی که سازمان ملل میده. این خودش یک موفقیت بزرگیه که ماها داشتیم. بله. و شما چی موازی رو برای امروز در مورد بلوچستان آماده کردید که مطرح بکنید؟ من امروز در مورد اعدام صحبت میکنم و مخصوصا این که آیا اعدام در مثلا ریشه‌کن کردن جرائم مؤثر هست یا نه، چون که متاسفانه جمهوری اسلامی همانطور که میدونید جمهوری اسلامی حدود 30-34 سالی حکومت میکنه همیشه اعدام میکنه با جرائم مختلف، مواد مخدر، سیاسیون، فرهنگیون، حقوق بشری همه رو اعدام میکنه، ولی میبینیم که نه مردم از حق حقوقشون دست میکشن و نه به سلاح مواد پوشا یا قاچاق پوشا کمتر میشن و که روز به روز افزایش پیدا میکنن و هیچ تأثیری نداره. متاسفانه خانواده هاشون متاثر میشن، از این کودکانشون بچه هاشون متاثر میشن، ممکنه مدرسه یا تحصیل نکنن، مدرسه رو رها کنن یا به راه های بد کشیده بشن، اینکه پدرشون ادام میشه یا سرپرست خانواده که ادام میشه معمولا این خانواده متاثر میشه، هم از نظر
مثلا فکری و روحی هم از نظر اقتصادی یک مشکل بزرگی از این حضوری که از ملل دیگر به این سازمان میدونی به چه صورت هست؟ با سازمان سودوین همونطوری که میدانید ما بلوچه هستیم، دوستان عرب اهوازی هستند، سازمان حقوق بشر اهوازه و کردها هستند، ترکای آذربایجان هستند، اینا هم به اون شکل فعال هستند. آقای ناصر محتشمی از سازمان حقوق بشر فلسطین و شما سلام داریم که این دعوت ما را گرفتید و این مسابقه را با شما داشتید. خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم. نعم مشاهدينا الفاضل، هذه كانت احد الضيوف المشاركين في الدور الرابع والعشرين للمؤتمر التابع للشعوب والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الايراني على الشعوب الغير قاسيه. نرجع لضيفنا، حياك الله اخوي ملا مجيد. حياك اخوي. انا اشكرك اخوي، واحد ابناء عمومتك وأهلك البلوش كان حضوره في المؤسسات الدولية كما حضرتك بالطريق، هو ناصر المحتشمي شارك في الدور الرابع والعشرين. أخوي لماذا كنا يعني تطرقنا على لماذا زادت سلطات الفارسين من إعدام نشطاء البلوش خاصة في الفترة الأخيرة؟ نعم نعرف هناك نشاط مستمر في بلوشستان والإعدامات والاعتقالات مستمرة بحق المناضلين البلوش من قبل المخابرات الإيرانية، وأيضا حكومة المخابرات الإيرانية تزيد نشاطها الاعتقال والأحكام الإعدام لتخوف الشعوب الغير فارسية كشعب بلوشستان، شعب أذربيجان، شعب الأحواز، شعب كردستان، شعب تركمانستان، وهي يعني زيادة على هذا الشيء تريد تحافظ على الأمن القومي، ولكن نحن نقول لها أن تفكيك الدولة الإيرانية قريبة جدا بإذن الله على يد هؤلاء الشعوب الغير فارسية، وسوف تتحرر الشعوب الغير فارسية وتبني دولها المستقلة بإذن الله تعالى. أخوي ملا مجيد، هل في هناك تحرك تجاه مؤسسات الدولية لمطالبتها بالتحرك لإيقاف الجرائم الإيرانية؟ نعم أخي، هناك في تحرك دولي في أوروبا وفي جنوب آسيا وفي أمريكا من قبل منظمات حقوقية بلوشية، وحقيقة الإخوان يعني اللي في الخارج إن كانوا البلوش شرقيين أو الغربيين متحدين في الموضوع هذا يعني، وفي عندنا الله يسلم في مظاهرة في تاريخ إما 26 أو 27 حسب تصريح اللي بنحصل عليه في جنيف، وعندنا أيضا مظاهرة في كوريا الجنوبية بتاريخ 21. وأنا حقيقة طالب كل الإخوان اللي في المهجر أو اللي بالخارج في أوروبا أنهم ينضمون للمظاهرات اللي تنادي بوقف القتل ووقف التعذيب، والمظاهرات التي تطالب بإعطاء حقوق البلوش بإعطاء حقوقهم كاملة. نعم أخي. نعم أخوي، تكلمنا عن بلوشستان الشرقية وبلوشستان الغربية، هل من استطاعتك أن تشرح لنا المشاهدين الفاضل وتوضح أكثر للجمهور الأحوازي والشعوب الغير فارسية حول تاريخ بلوشستان، يعني ربما يكون فكرة أكثر للشعب الأحوازي الذي ناظر في الداخل ويكون يزود معلوماته حول أشقائه في بلوشستان؟ نعم أخي، أنا مثل ما ذكرت في السابق أن أول دولة بلوشية اللي تكونت هي مؤسسة دولة البلوش الأولى سنة 1100 على يد السلطان جلال خان، وكان لنا دولة نعم سنة كم؟ 1100 ميلادية. 1100 ميلادية. نعم نعم على يد السلطان جلال خان، الى ان تم الاستعمار، اتانا الاستعمار سنه 1839 استعمار طبعا الاستعمار البريطاني، وبمساعده الاستعمار البريطاني تم قطع جزء من بلوشستان وسلمت الى افغانستان بتاريخ 1893، ونحن نسميه بلوشستان الشماليه. وفي سنة 1928 أخي قامت القوات الفارسية بمساعدة القوات البريطانية باحتلال بلوشستان الغربية، وفي 1948 قامت باكستان أيضا بمساعدة البريطانيين باحتلال الجزء الشرقي سنة 1948،
ونحن من تاريخ الاحتلال والمقاومة مستمرة في بلوچستان لطرد المحتل إلى يومنا هذا وإلى إن شاء الله إلى يوم الاستقلال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى في ما دام موجودين مناضلين على أرض الوطن على أرض بلوچستان أذربيجان تركمانستان قردستان الأحواز ما دام المناضلين موجودين والنضال مستمر ونحن نقول للحكومة الاحتلال الإيرانية تفكيك الدولة الإيرانية قريبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أخوي حضرتك أحد أبناء الشعب البلوشي، ماذا يريد الشعب البلوشي وما هي مطالباته؟ نعم أخي، الشعب البلوشي يطالب فقط بالاستقلال، يطالب بالاستقلال وأيضا من عن طريق القوانين الدولية، عن طريق في ظل قواعد وأنظمة القانون الدولي. نحن نريد الاستقلال وإقامة دولتنا القومية وهي بلوشستان، نعم، ومن ضمن الأنظمة والقانون الدولي وعن طريق الأمم المتحدة. ونعم طبعا في قانون واضح وصريح، في قانون واضح صريح اللي رقمه 637 في سنة 1970 وهو قرار الأمم المتحدة بإعطاء حق الشعوب في تقرير مصيرها. نحن نطالب، ما نطالب حاجة من عندنا، يعني نحن نطالب من ضمن القوانين الدولية يعني. نعم نعم، تفضل. كل الشعوب الغير فارسية تطالب بحق تقرير مصير تحت إشراف الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ومن حق هؤلاء الشعوب أن يطالبون بتحرير بلدانهم من الاستعمار ومن الاحتلال الإيراني. أخوي، ما هي التهم التي توجهها السلطات الإيرانية بحق النشطاء من الشعوب شعب البلوشي؟ أخي، في إيران أي شخص بس فقط هو بلوشي هو متهم، يعني أي شخص هو بلوشي هو متهم. وطبعاً تهم كثيرة، إما يقولون أنت وهابي، إما يقولون عميل إسرائيلي أو عميل أمريكي، أو حتى يعني في قضايا يتهم بالمخدرات، فهمت ولا؟ يعني التهم كثيرة وباطلة، ونحن عارفينها وطبعاً الكل عارفينها. وحتى يا أخي في مشكلة طلعت حقيقة حالياً، فما أدري أنا شو فكرة الفرس، يعني في شبان بلوشستان، يعني السلطات الإيرانية اختطفتهم وأرسلتهم إلى طهران وتم إعدامهم، لكن تفاجأنا بأن تم إعدامهم بأسماء غير أسماءهم الحقيقية ولكن بأسماء فارسية، فما عرفنا شو القصد من شيء هذا. ممكن توضح حول هذا الموضوع أكثر؟ نعم أخي، في شبان عندنا بلوش تم اختطافهم من قبل المخابرات الإيرانية وتم ترحيلهم إلى سجن طهران وتم إعدامهم، ولكن بعد الإعدام نحن اكتشفنا أن الشبان تم إعدامهم بأسماء غير أسماءهم الحقيقية، إعدامهم بأسماء فارسية. يعني الشباب التي قبل يعني شهر أو بكثير تم إعدامهم في سجن رجاء شهر كرج، هم هؤلاء الشباب، نعم، اللي تمهم من بلوشستان؟ نعم أخي، في شباب نعم تم إعدامهم شباب بلوش ولكنهم بأسماء غير بلوشية. نعم، مع الأسف هذه أحد الخطط المخابرات الفارسية للقطع على أجرامها بحق الشعوب، وتقول هؤلاء ليس هم من يعني النشطاء السياسيين، أو نحن نقول أصلا من شباب الأحواز لما يكون تم اعتقال شاب أحوازي يطالب بحق تغيير مصير، ما نقول له ناشط سياسي ونقول له أسير أحوازي لدى السلطات الإيرانية. نعم، نحن نقود معركة مع الاحتلال وهؤلاء أسر الحرب، ولا قوانين دولية لا تسمح لإعدام أسير حرب، ولكن إيران تنتهي كل القوانين الدولية والأعراف الدولية بإعدام الأسرى الحرب. شاب الأذربيجان لما يتم اعتقاله هو ينحسب أسير وليس ناشط سياسي، لأن هو قاعد يخوض معركة حرب مع الاحتلال وطرد الاحتلال من أراضيه. شباب البلوشي هكذا، شباب الأحوازي هكذا، شباب التركماني هكذا، شباب الكردي هكذا، هؤلاء أسرى حرب، وعلى حكومة الإيرانية أن تحترم القرارات الدولية والأعراف الدولية، والأسير الحرب ما يتم عليه تنفيذ حكم الإعدام. نعم، نحن نفاد عن أسرانا عن أسرانا عن أسرانا ووصر كل الشعوب الغير فارسية. أخوي حقيقة حضرتك يعني عندك نشاطك وتراغم عن كثف النشاط الأخير التي والأحداث التي أخيرا حدثت في الدول العربية، وتعرف الشعوب في جغرافية ما تسمى إيران هم محرومين من الإعلام. نعم يعني الدول العربية وأشقان العرب بالنسبة للقضية الأحوازية منذ 88 عام إلى يومنا هذا يعني
في الفترة الأوان الأخيرة يعني سنتين أخيرين نوعا ما فتحوا أبوابهم من اتجاه الإعلام الأحوازي. هل الشعب البلوشي يعاني من هذا الطريق؟ نحن حقيقة الشعب البلوشي محروم من الإعلام العربي يعني أي، وأنا حقيقة اللوم ما أريد أخلي على الإعلام العربي. أيضا كان نحن في تقصير من جهة من جانب نحن البلوش، أن حقيقة ما كان يوجد عندنا شخص يتكلم العربية، ولكن الأشخاص اللي طلعوا في الإعلام فأعطوا مفهوم خاطئ أن المشكلة البلوشية هي مشكلة طائفية. ونحن أريد ونحن الموضحين الهدف من لما جينا في الإعلام العربي، نحن هدفنا أن نوضح للعالم العربي يا أخوان نحن مشكلتنا مش مشكلة طائفية، أما نحن مشكلتنا أن نحن شعب نريد الاستقلال. وبعدين يا أخي أريد أوضح حاجة مهمة جدا للدول اللي هي محيطة بالدولة الفارسية. أنا أقول مصلحة تفكيك إيران يعني من مصلحتهم هم قبل لا تكون من مصلحتنا نحن، لأن إيران دولة عدوانية بكل يعني عدوانية بطريقة ما تتصور. نقول لا، في تشكل خطر رئيسي على الدول الأخرى قبل لا تشكل خطر علينا إحنا. فنحن نطالبهم يعني نقولهم يا أخوان ساعدونا، يا أخوان ادعمونا، لأن تفكيك إيران أو إضعاف إيران هي من مصلحتكم أنتم. يعني إحنا حتى بيننا وبينهم مصالح مشتركة. فهمت؟ يعني حتى يعني حاجة بسيطة مثلا الشعوب الخليجية مختلفين مع إيران حول تسمية الخليج، اللي يقول خليج فارسي واللي يقول خليج عربي. فأنا أقول يا أخي لما تتحرر الأحواز خلاص بيكون الخليج خليج عربي. يعني هذه المشكلة الكبيرة هم يعني بتلاقوا لها حل. نعم، مع الأسف الإعلام العربي حرم أبوابه اتجاه الشعوب الغير فارسية، وها هي أكبر خسارة للأشقان العرب، وهم اليوم عرفوا مدى توسع الحكومة الإيرانية في بلدانهم. قبل نعم أيام نعم. كانت ندوة في بريطانيا في برلمان بريطانيا، وتركي فيصل وضح بكثير حول ما يجري على قضايا المنطقة وتدخلات إيران في البحرين، في الإمارات، في الكويت، في السعودية، في كل الدول الإيرانية يعني لديها تدخلات طائفية من باب الديني، وهذا شيء واضح جدا من الأشقان العرب. وإلى يومنا هذا هم ساكتين في هذا الموضوع، وهذا الموضوع الذي هم فتحوا المجال للحكومة الإيرانية للتدخل في أراضيهم ودولهم. ونحن نقول لهم فتحوا إعلام أبواب إعلامكم اتجاه الشعوب الغير فارسية، اتجاه شعب أذربيجان، تكلموا عن ثقافة وتاريخ شعب أذربيجان، تكلموا عن ثقافة وتاريخ شعب بلوشستان، تكلموا عن ثقافة شعب تركمانستان، تركمان صحراء أو كردستان أو بلوشستان. سوف ترون ماذا يعني ضعف الإيران اتجاه دولكم. سوف تجي إيران وتطلب من عندكم أن سكرون هذه الأبواب اتجاه هؤلاء الشعوب، ونحن نكف إيدينا من تدخل في أراضيكم. استفيدوا من هذه القضايا، استفيدوا من قضية الأحوازية لوقف سياسات العدوانية الإيرانية على أراضيكم. ولا صراحة نعم تفضلوا حقيقة. نعم نعم نعم. وأنا حقيقة أريد أوضح حاجة ثانية للإخوان يعني الشيعة، الطوائف الشيعية اللي مثلا في الخليج أو في دول أخرى، يعني هم يستعينون بإيران. إيران أو دول الفارسية، الدولة الفارسية ليس لديها مذهب، إنما هم إنما أهل الفرس يريدون يحكمون العالم باسم الدين. فهم مستغلين حاجة الشيعة، مستغلين الضعفاء، يعني يبينون لهم إنهم نحن حامين الشيعة. فأنا أقول لهم الفرس هم مش حامين الشيعة. يعني أتمنى منهم أيضا من الإخوان الشيعة أنهم يعني يراجعون أنفسهم ويفهمون حقيقة الفرس. يعني الفرس تريد تحيي الدولة الفارسية أو مملكة الفرس، لكن المرة هذه عن طريق الدين أو باسم الدين أو باسم التشيع. لكن أهدافها مش هي أهداف دينية، هي أهداف توسعية. توسعية نعم. يعني في الأهواز الشيعي ينقتل قبل السني. يعني إذا كانوا الإيرانيين الدولة الفارسية يقولون نحن نحمي الشيعة، فطيب يا أخي إذا أنتم مثلا تقتلون السني قلنا مش مشكلة، لكن ليش تقتلون الشيعي؟ فمعنى هذا أن الدولة الفارسية دولة الاحتلال مش ما همها الدين، هي همها فقط أفكار التوسعية فقط. نعم نعم نعم. قلت كما وضح ضيفنا ملا مجيد البلوشي، هي أفكار إيران أفكار توسعية لبناء إمبراطورية الفارسية، وهذه نعم. حلم سوف يأخذون معاهم بالمقابر وفي المزابل التاريخ، وسوف تتفكك إيران على أيادي الشعوب الغير فارسية. مشاهدينا فاضل نعم. خلونا ناخذ فاصل ومن ثم نرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا. ناخذ فاصل. عزيز السلام خدمة حميدي.
امروز از مقر حقوق بشر در ژنو با یکی از فعالین حقوق بشر در این مقر مصاحبه کوتاهی خواهیم داشت. ایشان جاله تبریزی هستند که به مدت طولانی در این مقر فعالیت دارند و زحمات زیادی را می کشند. با سلام خدمت شما جاله خانم، ما از شما تشکر فراوان می داریم که این فرصت را به ما دادی که با شما مصاحبه داشته باشیم. جاله خانم، از چه مدت در این مقر حضور دارید و فعالیت می کنید؟ بله، من خانم فعال موقع بشر بودم در مکتب جزای ادامه دهه 60. از اون به بعدم باز دنبالشون میگردم، ولی از 3 سال به بعد من با در رابطه با سازمانم فعالیت داشتم، شروع کردم و بودم بیشتر در رابطه با گروه اتنیک بود که یک گروه اتنیک رو آوردم اینجا چون جاش واقعا خالی بود، چون بگردم که اگر بخواهیم در رابطه با ایران رو مطرح کنیم باید به این مسئله بیشتر چیز بگیم، چون در بیشتر حدیث رو ما گروه اتنیک تو ایران باید بشیم. در نتیجه حدود 3 سالی من خالی می کنم. اولین جلسه مون خیلی جیزا با یه سری کمبودها مواجه بودیم، ولی رفته رفته الان ما یک گروه خیلی محکمی تو سازمان ملل چیز شدیم، شناسه شدیم، به طوری که اولین باری که ما اومدیم تو حتی تو سازمان ملل حتی برای خود چیز مسئول دفتر سازمان ایران در سازمان ملل ممنون چیز بود، ممنون داشت، ما حتی برای اونا هم شناخته شده نبودیم. اون روز ما شناخته شده هستیم، همه ما رو میشناسن، جوان گروه اتنیک ایران هست از ملت های مختلفی و از ترک و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن منتشر شده. و از طرف دیگه و این مسئله ما در 22 اجلاس سازمان اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به طور خیلی خیلی بارز خودش رو نشون داد، به طوری که خانم اسحاق تو جلسه ما که مسئول حقوق بشر اتنیک در دنیا هستن و در سازمان ملل هستن، اینو در جلسه ما اومدن سخنرانی کردن و این نشون میده فعالیت ما در اینجا. با تشکر از شما خانم جاله خانم، تا چه حدودی حضور در مقر سازمان حقوق بشر در آینده ملل در ایران تاثیرگذار بوده؟ تأثیر گزارش که خیلی بران که ما هر کاری انجام بدیم باید از این سازمان ملل بهتره، تمام فعالیت های ما در واقعیت منعکس بشه. ما اگر روزی بخواییم که مملکت بکنیم از حقوقمون دفاع کنیم باید کسی ما رو ساپورت کنه، این ساپورت همون سازمان ملل خود هم میبینه که هر اتفاق میفته سازمان ملل باید رأی خودش رو بده در مورد ما، سازمان ملل باید رأی خودش رو بده. روزی بخواییم حق برای تعیین حق سرنوشت که همه ملت رو از اون صحبت میکنن، وقتی نخواد حضور خودشون رو در سازمان ملل نشون میدن این اصلا برای نداره. در انسانیت ما مثل بیشتر از همه مردم در ایران ما تبعیض فرهنگی داریم، زبانی داریم، اقتصادی داریم، بعد محیط زیست داریم، که الان زندان ها پره، در چه باشه در تبریز، چه باشه در اهواز، چه باشه در کردستان یا جاهای دیگه، بالاخره اینا این زندانی ها و ما صداشون رو به جای برسونیم و هیچ طریقی ممکن نیست، خودمون هم قائل نیست، قادر نیستیم این کار انجام بدیم، بعد بنابراین باید از طریق سازمان ملل بگذره و ما حقوقمون به رسمیت شناخته بشه. در طول این مدت روند شرکت کنندگان به چه صورت بوده؟ تو آیا بیشتر در این مشارکت ها شما دیده اید؟ پیشرفت من ببینم پیشرفت هم داشته ولی کاستی ها هم داشته، یعنی من فکر می‌کنم کم بها میدم. ما ملت ها مثلا نگاه کنیم، ما چقدر چند تا نشریه چیز داریم، حقوق بشری داریم در رابطه با خودمون. ما کاستی هاش این بوده که کم بها میدن، بعضیا به زور میان، انگار باید دنبالش رفت و کشید بگیم ما جلسه داریم، ولی در بعضی موارد هم یه سری آگاهی بیشتری به مردم پیدا کردن که خیلی چیزتر میان با علاقه میان. مثلا ما الان چهرهای جدیدی را در رابطه با گروه اتنیک اینجا میبینیم که با چهرهای سابق فرق کرده، یعنی چهرهای جدیدی به جمع ما میان در رابطه با ملت ها.
و این حضور فکر میکنم خودش تاثیر خیلی خیلی به صدایی داره. من میگم ما با تمام گزارشگرا صحبت میکنیم، مسئله مون رو مطرح میکنیم. وقتی ما یه گزارشگری به من میگه من فکر کردم ایران فقط فارسه، خیلی مسئله است. یعنی ما نتونستیم خودمون رو بشناسیم، ولی الان خب این مسئله من فکر میکنم خیلی خیلی تقریبا من فکر میکنم 70% ما پیشرفت داشتیم در این. در نهایت شما به عنوان یک فعال حقوق بشر از فعالین ملل دیگر چه توقعاتی دارید؟ از فعالین ملل دیگر تقاضا یه مقدار فعالتر برخورد کنم، با مسئله جدی برخورد کنم. ما هزینه که میفرمازیم اومدن اونجا، یعنی مرخصی میگیریم، هزینه داره اومدن اونجا، وقت گذاشتن به سجوش خوردن، اینا یه چیز هست که باید از طرف همه ملل واقعا ساپورت بشه، یعنی جدی بگیرن این مسئله رو و فعال باشن در این مسئله. یکی از این همه که میگن تو زندان های ما مثلا خود احواز شما بگین هر روز اعدام میشن، اگه این اعدام ها شما پیش خودتون همش صحبت کنین کاری رو انجام نمیدین، ولی وقتی میاد تو سازمان ملل ازش میخواین که کاری انجام بده و اونا دخالت میکنن، میگن مثلا ولشون کن یا کم شکنجه کن. ما چیز بودیم، این تجربه ما بوده که اون کسایی که ما اومدیم خواستیم ازشون اونا کمتر شکنجه شدن اونجا یا کمتر اذیت شدن، یا در رابطه با همین رونقی، حسن رونقی ملکی که الان تو زندان احساب قضا کرده بود، تمام فعالین از سازمان ملل خواستن که این مسئله رو جدی بگیرن. و اون دیروز ما شنیدیم که پریروز اون رفت بیمارستان، از زندان اومد رفت بیمارستان. این نتیجه کارگاه هست، اینجوری نیست که نباشه. و این بالاخره اگه تاثیر نداشت سازمان ملل هم وجود نداشت. یعنی شما این موضوع رو میخواد به مشاهده و به دوستان برسونید که حرکت و فعالیت تأثیر گذار هست. هست ولی میتواند به آره، یعنی من فهم کنم که تنها این نیست که فعال ملی بودن، تنها این نیست که فقط ما از نظر سیاسی مسئله رو روی مسئله باشیم، باید حقوق انسان ها را در نظر بگیریم. من بازم تاکید میکنم ما هر کاری انجام بدیم از سازمان ملل خواهد بود، یعنی ما کسی دیگری جز شما و من هم که خیلی مهم است، باید باشه. اونم سازمان ملل هستش، من اینو با تجربه دیدم، من این کارا کلام میکنم، یعنی من اینجا این میام این همه مدت اینجا فعالیت میکنم، این تاثیرش رو دیدم. و اگه تاثیر نداشتم فکر کنم دیگه لازم نبود این همه من بازم از شما تشکر میکنم برای مصاحبه و ممنون هستم که همیشه ما جانه سانم از شما تشکر خداوند داره که این فرصت رو به ما دادید. حقیقه بسید خیلی وقت پیش هستیم خواستیم این مصاحبه رو با شما داشته باشیم. الحمدلله امروز که تونستیم با شما بشینیم و این مصاحبه رو داشته باشیم، با امید موفقیت‌های بیشتر در این راه و با امید رسیدن به اهدافی که برای خود دارید. با تشکر از شما. نعم، مرة ثانية نرحب بمشاهدينا الفاضل ونرحب بشعب العربي الأحوازي أينما كانوا على أرض الوطن أو في المهجر، نقول لهم دمتم سالمين ومنصورين بإذن الله تعالى. نعم مشاهدينا الفاضل، كنا مع الأخت جالة تبريزي من أحد الماجدات المناضلات من شعب الأذربيجان الجنوبي، وشاهدنا هاي التقرير الذي من مركز حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في جنيف. نشكر أخونا أبو خلاص لإجراء هذه الحوار مع الأخ جالة تبريزي. نرجع لضيفنا ملا مجيد البلوشي، حياك الله أخوي ملا مجيد. الله يحييك. أخوي، كنا نتكلم حول أفكار التوسع الإيرانية وتدخلاتها في الدول العربية والمنطقة. خلينا نرجع للشعوب المحتلة من قبل إيران في جغرافية ما تسمى إيران حاليا اليوم. تعرف هناك في شعب أذربيجان الجنوبي يناضل من أجل طرد الاحتلال ويطالب بحق تغيير المسير، في شعب تركمانستان، في شعب بلوچستان، في شعب كردستان، في شعب الأحواز، وحضرتك أحد أبناء هذه الشعوب من شعب بلوچستان. هل في هناك تواصل بينكم وبين الشعوب الأخرى المحتلة من قبل إيران؟ نعم أخي، نحن حقيقة نعمل حاليا في عمل اتصالات بيننا وبين هذه الشعوب، لأن السبب الهدف واحد، العدو واحد، والرغبة واحدة. طبعا الشعوب هذه كلها هدفها الانفصال عن ما تسمى بإيران،
والاستقرار وتكوين دولهم التي كانت موجودة قبل مجيء إيران أو قبل تأسيس إيران. وإن شاء الله في اتصالات ستكون على مستويات عالية إن شاء الله. إن شاء الله. لأن تعرف كل ما تقوت جبهة الشعوب الغير فارسية كل ما زاد نشاط الشعوب الغير فارسية على مستوى الدولي، وكل ما زاد ضعف حكومة الاحتلال اتجاه الشعوب، كل ما زادوا هؤلاء الشعوب يدا بيد زادت يعني اليوم اللي يزيد عندنا عزم لطرد هذا المحتل، ويزيد عندنا عزم ليوم النصر بإذن الله تعالى. كل ما اتحدوا الشعوب الغير فارسية كل ما زاد حالة لتفكيك الدولة الإيرانية. لماذا يجب أن يكون في هناك تواصل بين الشعوب في جغرافية ما تسمى إيران؟ أول حاجة أخي، هذه الشعوب ليست فارسية ولا إيرانية، تاريخيا كانوا شعوب مستقلين بذاتها، وكان لهم حدود جغرافية وكيانات سياسية، وتم احتلال هذه الشعوب بالقوة وبواسطة السلاح بتعاون بريطاني بحت، وحان الوقت لاسترجع جميع الشعوب الغير فارسية حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وطبعا على رأس الحقوق هو الانفصال. تفضل أخي. نعم أخوي، حضرتك تعرف المنطقة تجري بحالات ليس استقرار لها، والثورات شاهدناها في المنطقة وفي الدول العربية خير دليل على ذلك. تسمعني أخوي؟ نعم، كنا نتكلم حول الشعوب الغير فارسية وتواصلهم مع بعض مع ضيفنا. حياك الله أخوي، لا يزال موجود معي؟ نعم، انقطع الاتصال بيننا وبين ضيفنا. نعم، كنا نتكلم حول التواصل بين الشعوب في جغرافية ما تسمى إيران، وحقيقة هذه أكبر فرصة للشعوب الغير فارسية أن تسعي لتفكيك الدولة ما تسمى إيران، وعلى هؤلاء الشعوب التواصل فيما بينهم أكثر وأكثر لطرد المحتل الفارسي الإيراني. موجود معي أخوي مولا مجيد؟ ليس موجود. نعم نعم، نبدي إن شاء الله جهودنا لارتباط مرة ثانية بضيفنا. وكنا نتكلم حول التواصل بين الشعوب وتفكك الدولة ما تسمى إيران، وهذا ما مطلوب من كل الشعوب الغير فارسية، كشعب أذربيجان، كشعب تركمانستان، كشعب بلوچستان، وشعب كردي، وشعب الأحوازي، أن يتكاتفوا يدا بيد لطرد المحتل الفارسي من أراضينا، ونجاهد ونناغ الليل ونهار لطرد هذا المحتل من أراضي إيران وتفكيك الدولة الإيرانية. نعم، حصل خلل هناك مع ضيفنا، وننتظر إن شاء الله يرد لنا خاطر نختم برامجنا مع ضيفنا ملا مجيد البلوتشي. نعم، من هؤلاء الشعوب شعب بلوتشستان هو يناغ الليل ونهار، وعند على أرض الوطن بلوتشستان مقاومة مستمرة من قبل المقاومين البلوتش لضرب المغرات الحكومة الاحتلال على أراضيهم، ونشاهد يوميا هناك مقاومة من أبناء الشعوب وأيضا من قبل الشعب البلوتشستاني. كل هؤلاء الشعوب يناظرون ولديهم أسرة ولديهم شهداء ولديهم مفقودين، وهذا يدل على إيمانهم بقضيتهم وإيمانهم بأراضيهم وإيمانهم نضالهم لطرد المحتل ونطرد القاسي الذي احتل أراضينا. هنا نكتفي بهذا الحد لضيفنا ملا مجيد، ونشكره على ما بذل من هذه الجهود، ونشكره على لب الدعوة والتواصل مع قناة الأحوازية. إن شاء الله سوف نحقق حلقة أخرى للتواصل بين الشعوب مع شخصيات أخرى من شعب بلوچستان وشعب أذربيجان وشعب تركمانستان، وأيضا نقول نحن كشعوب غير فارسية يدا بيد نسعي لطرد الاحتلال وتفكيك الدولة ما تسمى إيران. نعم نعم، مشاهدينا فاضل، خلينا ننتقل إلى الفقرة الثانية ونستضيف ضيفنا الثاني، ألا وهو دكتور فيصل أبو خالد من عاصمة المملكة البريطانية لندن، سوف يلتحق بنا قريبا إن شاء الله. نعم، كنا نتكلم عن ثورة الشعوب واتحاد الشعوب الغير فارسية في جغرافية ما تسمى إيران. أنا أشكر ضيفي الذي حقق لبة ودعوة قناة الأحواز وحضر وتكلم على شعب بلوچستان، وتكلم على ما يجري على ساحة الغرية في بلوچستان.
حقيقة كثير من الشباب والأخوة الأحوازيين ما كانوا يعرفون شيء عن شعب بلوشستان وثورة بلوشستان وما يجري على أرض بلوشستان. نطلب هنا يعني من كل الأخوة النشطاء على أرض الشعوب الغير قادسية الشعب التركمستاني، ونقول لهم قناة الأحوازية أبواب مفتوحة لكم بإمكانكم أن تراسلونا وتكاتبونا كي نجري الحوار معكم لبث صوت مظلومية الشعوب الغير قادسية في جغرافية ما تسمى إيران، ونكشف عن حقائق إيران المزيفة ونعلنها للعالم بأن إيران ليس إيران كما تزعمون دولة إسلامية، بل إيران دولة فارسية لديها طموحات فارسية. وها هي تعرفونها في بلدانكم في دولتكم وتوسعها في جغرافية ما طموحات التوسع الإيرانية في الدول العربية الخليج العربي. أخوي دكتور فيصل. تحياتي. الله يحييك دكتور فيصل أبو خالد. حياك الله أخي. كيف حالك أخوي؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير. الحمد لله على سلامتكم ورجوعكم من جنيف. الله يسلمك أخي. معك أبو حمزة من قناة الأحوازية، وإن شاء الله نبدأ حوارنا. بالبداية أشكرك لنبدأ الدعوة وحضورك اليوم معنا. أشكرك أخي، دعني في البداية أحييك وأحيي مشاهدين قناة الأحوازية وأترحم على شهدائنا الأبرار، وأحيي الشباب والشابات الأحوازيات للضغط النفسي الذي يتواجد عليهم من حيث التهجير، وأحيي نضالهم السلمي، وأحيي أمهاتنا الأحوازيات الذي يأنن من سجون أبنائهن. تحياتي لك. الله يحييك أخوي. أخوي كما ذكرنا في نشرة الأخبار والأفلام التي بثيناها والتقارير التي أجرت القناة الأحوازية مع ضيوفهم في جنيف، دكتور مع جالة تلميذ ومع ناصر محتشمي، وحضرتك كنت موجود هناك. دكتور فيصل كان ضمن الوقت المركز الأحوازي لحقوق الإنسان في الإجلاس 24 يوم 19 من شهر سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرا له. ممكن تشرح للمشاهدين ولشعب الأحواز حول ما جرى هناك؟ طبعا بكل تأكيد أخي. في البداية طبعا بدعوة حضرنا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 9 و10 سبتمبر. طبعا في البداية التغينا بوفود عربية كثيرة هناك في البداية في بدء الوصول، ووفود أجنبية من تبيان ما يتعرض له الشعب العربي الأحوازي في أمم المتحدة. طبعا التغينا واللقاء كان ودي وجدا نستبشر بالخير للمستقبل الغريب إن شاء الله. طبعا من خلال التغانا بالوفد السعودي طبعا شرحنا لهم، وبالطبع هم أشقانا يعلمون بأن ما يتعرض له الأحوازيون على وجه الخاص والشعوب الغير فارسية في جغرافية بما تسمى إيران على وجه العام. فتصور رد علي بكلمة واحدة وقال في المستقبل الغريب إن شاء الله الحق يرجع إلى أهله، وهذه كلمة الوفد الدبلوماسي السعودي. وكان لقاءات عدة طبعا التقينا بوفود من الدولة المغربية والموريتانية والقطرية وكثير من الدول. طبعا تصور عندما التقينا بالوفد الدبلوماسي الموريتاني وشرحنا له، طبعا ما كان يعلم ان الاحواز له ذو اهمية خاصة في ايران وطبعا في العالم بأسرة. وطبعا اخذنا بطائقهم لارسالهم اخر المستجدات، وطبعا اعطونا حلول بالنسبة كيف نرقي عملنا على المستوى الإقليمي والدولي. ف
المركز الأحوازي لحقوق الإنسان حضر في هذه الندوة الرابعة والعشرين وألقى كلمة حول المعاناة الذي يمرون بها أهلنا في الوطن العزيز وحول الإعدامات والزج بالأحوازين في زنازين الاحتلال وبالنسبة وبشكل خاص حول البيئة الأحوازية. يعني تصور الأحواز لن يعدم فقط الإنسان الأحوازي وإنما حتى البيئة الأحوازية لا تسلم من هذه الاحتلال. وطبعا كما تعلم أخي ويعلم المشاهد الكريم بيان المعاناة شعبنا لا يعني ما يمر بعشر دقائق وربع ساعة ولا يوم ولا يومين، لأنه معاناة لا يمر بها أي شعب على وجه الأرض كما تمر على شعبنا العربي الأحوازي. وهذه ليست كلمتي بالتحديد وإنما كلمة روبرت بوكلاند رئيس قسم مجلس حقوق الإنسان في قسم المحافظين للبرلمان البريطاني عندما التقينا به قبل أشهر، وقال بنفس الكلام بأن الشعب العربي الأحوازي يعاني من اضطهاد وقمع وتشريد وهجرة قسرية ويعني كافة أنواع الاضطهاد الذي لا تمر على أي شعب آخر. فتعرف لأن الأمم المتحدة مكان ذو أهمية والمحتل الفارسي حاول خلال 88 عاما أن يقيد القضية العادلة الأحوازية ليست فقط على مستوى العربي وإنما على العالم بأجمع. فتصور عندما نتكلم مع بعض الوفود حتى لا يعرفون بأن هنالك عرب أحوازيين موجودين ومحتلين من قبل إيران، فعندما نشرح ونبين لهم فيتفاجؤون ويريدون من عندنا التواصل. فمن هذا الجانب تواصلنا مع وفود كثيرة ولله الحمد ولقاءات جدا مثمرة وبناءة، وإن شاء الله نتأمل بالمستقبل القريب راح تكون نقلة نوعية من النضال الأحوازي على الساحة الدولية. نعم أخوي دكتور فيصل، حضرتك ذكرت بأن هناك التقيت بوفود دبلوماسيين من الدول العربية والدول الأخرى. التحركات التي قام بها المركز الأحوازي لحقوق الإنسان في الدور الرابع والعشرين من أجل الحصول على مناصرة وقوف الأجانب حق الإنسان الأحوازي في الأحواز، وأيضا ما هي المطالب التي شرحتموه للمركز في هذا الإجلاس؟ تعرف التابع للأمم المتحدة ولا بد أن يوصل صوت الشعب الأحوازي لآخر الدنيا وهو المجلس الأمم المتحدة. ما هي المعاناة التي شرحتموه هناك في الاجتماع؟ طبعا من خلال مشاركتنا هناك حضرنا كراسات ولو بشكل ملخص بالنسبة لمعاناة أهلنا، ولكن تطرقنا إلى جميع الأمور التي يعانون منها الأحوازيين بالنسبة للبيئة، بالنسبة للإعدامات، بالنسبة للزنازين الذي تختص بالمساجين. وطبعا كراسات باللغة الإنجليزية وباللغة العربية ووزعناها على الوفود، وتعرف اللغانة بهذه الوفود يعني في البداية ربما لا يعرفون شيئا عن الأحواز، ولكن من خلال عملنا ومن خلال كلامنا معهم بشكل ودي وأخوي، وطبعا تعرف القضية الأحوازية قاعدة تسير في مجراها الحقيقي والحمد لله وصل صوتها بشكل مطلوب ولله الحمد، ولكن تحتاج عمل دؤوب. يعني أقول يا أخي أبو حمزة عمل دؤوب يعني أكثر نضال أو أكثر حراك على الساحة الدولية. فمن هذا يتطلب من عندنا نلتقي بكل الوفود التي تأتي لاجتماع الأمم المتحدة، ولكن تعرف بسبب الوضع العربي القائم الآن موجود والقضية السورية، القضية السورية مقطعة على كل الأمور اللي تحدث بالأمم المتحدة وهي
تستدرج الأعمال لكل وفد دبلوماسي في الأمم المتحدة. فطبعا احنا من خلال تواجدنا هناك وزعنا كراسات باسم شعبنا اللي يعني اللي يعانون من عتب صراحة حول الإنسان وحول البيئة وما يتعرض لها الأحوازيين يعني بشكل خاص. فكان يعني رد مناسب وأعطينا الكراسات وسلمناهم وأخذنا إيميلاتهم من أجل التواصل معهم للمستقبل القريب. نعم أخوي دكتور فيصل أبو خالد شرح لنا ما جرى هناك في الدور 24 وجهودهم المستمر، وهذا الشيء شاهدناه وثائقيا والأخبار التي تم بثها على التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر والمواقع الأحوازية يدل على جهود الأخوة الأحوازيين ضمن الوقت الذي شارك المركز الأحوازي لحقوق الإنسان في الجلسة 24. نشهد على أيادكم أخوي دكتور فيصل وعلى كل من شارك وساهم في نشر قضية الأحوازية في المراكز الدولية والحقوقية. أخوي دكتور فيصل خلينا ناخذ فاصل ومن ثم نرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. ناخذ فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. التقي مع احد الناشطين الاحوازيين الذي حضر اليوم في اجتماع 24 لمجلس حقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مدينه في سويسرا مغربيه، وكان من ضمن وفد مركز الأحوازي لحقوق الإنسان الذي حاول من خلال هذا الحضور وهذه المشاركة أن ينقل القضية الأحوازية إلى المجتمعين في هذا المقام. جزاك الله أخي عزيز أبو خالد وأنا أشكرك على هذه الفرصة وغوص هذه الدعوة لهذه المقابلة. يا أخي أخوان وسلم من هنا في البداية أود أن أحيي شعبنا العربي الأحوازي المجاهد البطل الذي يوما بعد يوم يعلو صوته في المؤسسات الدولية. حياك الله بخالد، كيف وجدت الحضور الأحوازي إلى جانب الشعوب الأخرى في مقر حقوق الإنسان؟ والله بالنسبة للحضور الوفد الأحوازي في مقر حقوق الإنسان وحضور قوي وفعال ونشط من كل الزوايا صراحة يعني أمل كثير صار عندنا من خلال قطاعنا في الوفود العربية والأجنبية للتعاون في المغرب المتحدة، وهذا ما يدل وإن دل على شيء يدل على أن صوت الشعب العربي الأحوازي في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية بات يسمع أكثر وأكثر من الماضي. إن شاء الله إن شاء الله طبعا كل النشطاء ووجودكم الأحوازيين. كيف وجدت مكانة القضية الأحوازية بين القضايا الأخرى التي تنطرح في المغرب؟ والله في الحقيقة القضية الأحوازية هي اليوم من أهم القضايا التي تطرح في المؤسسات الدولية، وهذه طبعا تأتي بجهود كبيرة التي بذلوها الأحوازيين في كل أنحاء العالم وإن استقروا. طبعا هذه الأهمية لا تأتي بين ليلة وضحاها، وهي الأهمية تأتي من بعدما المقرر الخاص للأمم المتحدة فيما يخص إيران وهو أحمد شهيد والتغييرات التي خرجت 3 أو 4 تغييرات خرجت ويوضح بكل تفاصيل حول القضية الأحوازية وما هي الانتهاكات والإعدامات والتهجير التعسفية التي تخالف حق الأحوازيين. طبعا القضية الأحوازية اليوم هي وليس مبالغة هذا الكلام، هي اليوم من أهم القضايا التي تطرح في
المؤسسة الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان الرابع للأمم المتحدة. إذن ما مدى تأثير الحضور الأحوازي في المقاطع على مستقبل القضية الأحوازية؟ السؤال كثير مهم بالنسبة للقضية الأحوازية بسبب الاحتلال الإيراني القاشم للأحواز في 1925 قبل يعني عمل أو بذل كل جهد الاحتلال ليقيد قضية الأحواز بالتحديد وقضايا الشعوب الأخرى في جغرافيا بما تسمى إيران عن المجتمع الدولي. وفي الآونة الأخيرة رأينا يعني القضية الحوازية تبلورت بشكل في المؤسسات الدولية ومن أهمها القضية الحوازية تحتاج إلى من يساندها. تعرف يعني تصور كثير من الدول لا تعرف عن أقليم الأحواز وعندما نتكلم في هذا الموضوع يتفاجئون ويقولون نعلم أن هنالك دولة إيران وهي دولة فارسية. فعندما تتطرق إلى أمور والاضطهادات والاضطهاد والتهجير القسري والإجراءات التعسفية والإعدامات وتحريف مياه الأنهار ويعني بصراحتي أنا أقول اليوم الحوازيين هم يعانون من أبشع أنواع التعذيب والتنكيل قياسا مع باقي الشعوب الموجودة في قارة تسمى إيران. فهذه العلاقات مع الدول ربما لا تأتي بثمارها في المستقبل القريب ولكن في المستقبل البعيد حينما تطرح حق تقرير مصير بالنسبة للشعب راح تكون مؤثرة جدا. بكل تأكيد هذا الشيء لأنه كثير من الدول يعني أخذت حقوقها وصلت لها من خلال مؤسسات الدولية والأمم المتحدة في خلال الاستفتاء لقطر ووصلت لحق المشروع. إذا كوفد للمركز الإحوازي لحقوق الإنسان وضعتم في هذا المقر ما هي الأنشطة التي يمكن بها في هنا يعني هو مجد الأمم المتحدة هي مرتبة من كل دول العالم فهي الفرصة الثمينة لنا كأحوازيين في البداية أن نستثمر هذه الفرصة من أجل إيصال صوتنا ومن خلال اللقاء بوفود الدول العربية والأجنبية. فاستقينا بوفد السعودية وليبيا وطرحنا عليهم المعاناة اللي يعانون منها الأحوازيين بكل تأكيد. صراحة لقاء ودي كان وبالتصور يعني بكل رحب ووسعة صدر استقبلونا وأعلنوا دعمهم لنا ولكن وإن كان طبعا شيء جزئي كان ولكن يبشر بخير في المستقبل البعيد بالنسبة لنا للأحوازيين طبعا ومن خلال توزيع بعض الكراسات أو ما هي آخر المستجدات التي حصلت بحق الأحوازيين طبعا توزعناهم وإلغاء كلمة حول الإعدامات شو الكلمة؟ نعم نشكر لإجراء هذا الحوار مع كان دكتور فيصل المشير الأخ الخلاصي. نرجع لأخوي دكتور فيصل أبو خالد حياك الله مرة ثانية. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أخوي نشكرك على هاي المقابلة مع قناة الأحوازية في مقر مركز حقوق الإنسان في جنيف. نرجع لك أخوي مرة ثانية ونرجع لحوارنا وحضرتك متابع على الساحة الدولية وتابع الأخبار عن طريق عن كثب ليل ونهار ولديك النشاط الواسع ومشهود هذا لك. أخوي هل المراكز الحقوقية لها تأثير على رأي العام الدولي وهل أدت دورها تجاه القضية الأحوازية؟ بكل تأكيد أخي لها كل التأثير في المستقبل ولكن لا ننسى حينما أنت تعرف وتبين المعاناة الأحوازيين الذين يعيشون في أغنى منطقة من حيث النفط والثروات الطبيعية أخي الكريم لكن شعبها يعيش في وضع مأساوي من طبعا من حيث ارتفاع الهائل لمعدلات الفقر والحرمان
وتفشي البطالة وانتشار المخدرات والتلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة. طبعا كل هذه ناتجة عن تدمير المتعمد للبيئة وانتشار التصحر في الأحواز. كل هذا بسبب سياسات سبب استمرار السياسات العنصرية التي تصل بعض الأحيان إلى حد تطهير العرقي وتغيير الديموغرافيا السكانية وتهجير السكان العرب، ويحاولون أن يغيرون تغيير الهوية المنطقة، تغيير هوية المنطقة. تصور عندما تشرح هذا الأمور لمراكز حقوق الإنسان فأنت تجذب تعاطفهم معك بالنسبة لقضيتك العادلة، ولا أحد يعرف عن الأحواز وما يعانون منها. فعندما تبين كل هذه الأمور تحصل على تعاطف من مجالس حقوق الإنسان. والآن تعرف أخي العزيز بالنسبة لأمم المتحدة أهم موضوع فيها هو حقوق الإنسان. عندما تهمل فهم بأول مرة راحين يحكمون الدولة الذي تنقض حقوق الإنسان. فمن هذا الجانب نحاول أن نضغط على إيران من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإيقاف سياساتها العنصرية باتجاه الشعوب الغير فارسية، طبعا الأحواز وباقي الشعوب بما فيها أذربيجان الجنوبية وبلوش والكراد والتركمان أيضا. فنشرح لهم هو تصور في أي جلسة تعقد في أمم المتحدة هنالك أشخاص يكتبون ماذا يقال في هذه الجلسة حتى يوصلونها للجهات المعنية. فطبعا لها تأثير كثير لاتخاذ قرار عندما تطرح قضية حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي وباقي الشعوب الأخرى. طبعا لها تأثير وصدى إعلامي كثير من خلال مجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. نعم، حقيقة أن هذه الجهود لها تأثيرها المستقبل على القضية الأحوازية وعلى كل القضايا في الشعوب الغير فارسية بما فيها شعب أذربيجان، شعب بلوچستان. قبل قليل كان معنا ضيفنا وهو من مواطنين ومناضلين من شعب بلوچستان وشرح للمشاهدين والقناة الأحوازية والجمهور الأحوازي حول ما يجري على قضية البلوشية والطهار الذي يجري عليهم والتغذير الديموغرافي والعنصرية الموجودة من قبل الفرس اتجاه البلوچ هناك. أخوي دكتور فيصل، أين ترى مكانة القضية الأحوازية في المؤسسات الدولية؟ والله أنا طبعا من خلال مقابلتي مع تلفزيونكم الموقر بينيت بأن الكلام ليس بأي مبالغة، وإنما القضية الأحوازية ومن خلال نشاط أكثر الأحوازيين في المهجر وصلت إلى مكانات يحمد عليها بصراحة. وخير دليل على هذه الشيء هو انعقاد جلسة في أقدم قبة برلمان في العالم وهو البرلمان البريطاني. وطبعا هذه التحركات والتنديد من خلال برلمان أو المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أو من خلال الأمير تركي بن فيصل و كثير الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمال اليمنية. طبعا هذه كلها تأتي من خلال استمرار وجهود الأحوازيين الذين يجاهدون ليلا نهارا لإيصال صوت شعبهم للمؤسسات الدولية. واليوم القضية الأحوازية وإن ليست هي بالأولى ولكن من أهم قضايا اليوم المطروحة على طاولة أمم المتحدة بكل تحديد. فتصور القضية الأحوازية، وعندما ألغينا كلمة من خلال المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تصور يوم الثاني كاثرين أشتون نددت بكلام واضح وطالبت السلطات الاحتلال بوقف جميع أنواع الإعدامات بحق الأحوازيين. طبعا هذا ما يأتي بين ليلة وضحاها وإنما يأتي من خلال جهود مستمرة للإخوة الأحوازيين. واليوم القضية الأحوازية
أصبحت من القضايا والمصيرية أعتقد، وإذا الأمور استقرت في سوريا صدقني القضية الثانية يعني راح تكون القضية الأحوازية بإذن الله للاستقرار في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله تعالى في ظل هذه الجهود المستمر ليل ونهار من الأخوة الأحوازيين والمناضلين على أرض المهجر والمغاول المستمرة في الداخل على أرض الأحواز الحبيبة، وجهود كل الشعوب الغير فارسية في جغرافية ما تسمى إيران، نرى بأن تفكيك الدولة الإيرانية غريبة بإذن الله تعالى. أيضا حضرتك في المهجر وتشاهد الأخبار يوميا، كيف يرى دكتور فيصل المتغيرات الدولية الموجودة الآن؟ هل هي تتجه لصالح قضيتنا الأحوازية؟ أكيد بكل تأكيد أخي، بالنسبة للقضايا الدولية طبعا قبل قليل تفضلت لحضرتك بأن القضية الأحوازية يوما بعد يوم تتصدر قائمة القضايا العادلة المطروحة في عالمنا العربي وعالمنا الغربي. فالقضية الأحوازية اليوم أصبحت من القضايا المطروحة على جميع الطاولات السياسية بما فيها حقوق الإنسان أيضا. فأنا أرى بكل صراحة القضية الأحوازية اليوم يعني أشوفا كل اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة أو البرلمان البريطاني أو البرلمان الأوروبي يصب بصالحتنا ولله الحمد. ولا ننسى أخي طبعا نحن نشرح كل المعاناة بما فيها التصور عندما الرئيس الإيراني عندما استلم منصب رئاسة جمهورية أول كلام اللي قال لا يوجد لدينا قوميات أو شعوب في إيران وإنما ثقافات. فتصور هذه الكلام بحد هذه العنصرية طبعا يقدم القضية الأحوازية ويصب في مصلحة القضية الأحوازية. وتصور حتى وزير الثقافة في حكومة الجديدة يقول إن إيران بلد الفرس ولغتها هي اللغة الفارسية. يعني تصور بهذه الكلام الإقصائي يحاولون يقصون ويعني يريدون أن يؤكدون عدم احتراف بوجود تنوع قومي أصلا في جغرافية بما تسمى إيران. وهذا طبعا هي يؤشر على استمرار سياسات استلاب الثقافي طبعا ومهو الهويات للشعوب الغير فارسية. فهذا كله يصب في مصلحتنا عندما نبينه للعالم وبالتحديد للأمم المتحدة ما يعاني منها الشعب العربي، وطبعا هذا يصب في مصلحة القضية الأحوازية. نعم أخوي، قبل أسبوع كانت ندوة في برلمان بريطانيا وحضرتك ذكرت أقدم برلمان في العالم وهو برلمان بريطانيا، وكان أمير تركي الفيصل وشرح هناك ما يجري على أرض الدول العربية وقضايا الشعوب وشد على أيادي الأخوة الأحوازيين وطلب من عندهم أن يستمروا في نضالهم لأن قضية الأحوازية أصبحت قضية دولية وإن شاء الله النصر قريب. وهذا الكلام واضح كان من أمير فيصل التركي وهو يطلب من أخوة الأحوازيين باستمرارهم بالنضال إلى يوم طرد الاحتلال الإيراني وتفكيك الدولة الإيرانية. لماذا دولة الاحتلال الفارسية تثير النعرات الطائفية في الدول العربية دكتور فيصل؟ أخي بالنسبة ليس فقط الأمير تركي بن فيصل كما قال على أبناء عمومتنا أن يكثفوا نشاطاتهم، ولكن إذا رأينا قبل أيام معدودة رئيس القائمة العراقية في دولة العراق أياد علاوي أيضا تكلم عن الأحوازيين وبنشاطهم المثمر والغوي على الساحة الدولية وعلى النضال داخل الوطن، مما يعني ركع الاحتلال الإيراني بحد ذاته لحد ما. وأنا طبعا رأيته من خلال يوتيوب بأن إياد علاوي يتكلم بشكل تصور بأنه هو يعني رئيس جمهور كان لدولة والآن يتكلم بهذه الكلام عن الأحوازيين في، وأيضا تطرق إلى البلوش أيضا. فإيران تحاول من خلال زعزعة أمن استقرار الدول العربية
تنقل معاناتها ومشاكلها إلى الأراضي العربية، وعدم استقرار في الدول العربية هذا يصب في مصلحة الدولة الفارسية حتى لا تساند الشعوب الغير فارسية. فإيران تحاول أن تفرض نفسها كما على زمن الشاه المغبور كهي دولة أو جيش الخليج، فلهذا السبب تحاول تخلق نعرات طائفية وتخلي العرب بعض ما بعض ما عندهم أي صفاء. فهذا الوقت العرب عندهم مشاكل بعض ما بعض، طبعا هذا هم يصب في مصلحة إيران. ومن أيام الزمان قديم زمان تكلمنا كل التنظيمات الأحوازية تكلمت عن الدور الخطير للخلايا النائمة في الدول الخليج العربي، ولكن المشكلة للدول العربية يقولون إنما إيران هي دولة إسلامية وجارتنا ومن هذه الكلام، ولكن لا نعم هم مقشوشين، الدول العربية مقشوشين باسم الإسلام وزي الإسلام الذي حكومة إيران لابسة هذا زي الإسلام، ولكن هم مختبين بهذا الزي باسم الإسلام يدمرون الشعوب ويدمرون الدول العربية، ولديهم أفكار توسعية المنطقة لبناء امبراطورية فارس القديمة، وهذه هي أحلام الحكومة الإيرانية الحالية. أخوي فيصل إذا تسمح لنا نأخذ مقابلة قناة الأحوازية مع الوفد الأحوازي وهو علي قاطع الأحوازي الذي شارك ضمن مركز الأحوازي لحقوق الإنسان، خلينا نأخذ مقابلة علي قاطع ونرجع لك أخوي. حياك الله. نأخذ فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتابع وإياكم مع المدير التنفيذي لمركز الأحوازي لحقوق الإنسان السيد علي قاطع الأحوازي الذي شارك مع الوفد الأحوازي معه من ضمن برامج إجلاس 24 لمجلس حقوق الإنسان الجانبي. أحيي أحيي في وضع حياة الله علي قاطع الأحوازي. طبعا حضرتك عندك الكثير إن شاء الله وحضور فعالتنا للسنوات الأخيرة في مطرح حقوق الإنسان، فالأسئلة اللي ممكن تنطرح الآن لماذا كل هذا التحرك الأحوازي تجاه مغرب حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والمعروف أن المركز الأحوازي لحقوق الإنسان لديه العديد من المشاركات؟ تعرف حضرتك عن موضوع حقوق الإنسان المرحلة الحالية من كثير من الشعوب خاصة الشعوب المغيبة والمحرومة من حقوقها، والأحوازيين حراكهم يأتي ضمن هذه الموجة لنشل قضية الأحوازية من محاضر النسيان الدولي، لأن بالنهاية الشعب العربي الأحوازي الشعب عليه مطالب تاريخية وقومية، وهذه المطالب تتطلب حراك خاص يمكن يختلف مع حراك الأغلاط وحراك المطالبات الفردية. فلذلك حضرنا هنا وكثير من الناشطين الأحوازيين يحاولون أن يتحركون ويحاولون أن يرتبطون بالمؤسسات الحقوقية الدولية لإيصال صوت الشعب ولإنعكاس الانتهاكات التي تتم بحق الأحوازيين شعب وأرض، ويعني الأحواز مستهدف كما حضراتكم لاحظتوا في مركز الأحواز لحقوق الإنسان، يعني بالإضافة للإنسان الأحوازي البيئة أيضا مهدمة بخطر الإعدام. فيأتي اهتمام الأحوازي والتحرك نحو مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان على هذا الإطار لنشر قضية الأحوازية من الإنسان، طرح المعاناة الأحوازية، طرح الانتهاكات وتسليط الضوء عليها، ومناشدة المجتمع الدولي للوقوف
بجانب الشعوب مثل الشعب العربي الأحوازي لاسترجاع حقوقها التاريخية والقومية. يعني احنا نأكد على مسألة حقوق من تاريخية والقومية اللي هي يمكن تختلف بعض الأحيان مع شريط حضراتكم والمشاهدين الكرام، تختلف عن مسائل الفردية، رغم ان نعم كل أحوازي إلى مطالب وحقوق فردية ايضا منتهكة. فاحنا نحاول ان نحكس هاي بالشكل اللي نقدر بالفرصة اللي تتاح. إذن ضمن هذا الحراك والنشاط، هل هناك استجابات من مقر حقوق الإنسان لمطالب الأحوال؟ الموضوع أيضا أعتقد للناشطين وللمتابعين لشأن الأحواز الموضوع واضح وملموس. يعني التقارير اللي أصدرت من مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة ومن شخص يعني المغر الخاص، وبالتأكيد على الانتهاكات التي تتم بحق الأحوازين، هي آية احنا نعتبرها يعني استجابة للمناشدات للتقارير اللي نرسلها، المعلومات اللي نرسلها. وبالنهاية هي تعرف يعني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس بمنظمة إجرائية، بل هي منظمة حقوقية تحاول أن تسلط الأضواء على الانتهاكات التي تتم بحق الشعوب الشعب العربي الأحوازي. يعني احنا نشوف يعني كثافة التقارير التي تدين الجرائم التي تقع بحق الأحوازيين مؤخرا كثرت، وخاصة في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد أن تكثف حضور الأحوازيين بهكذا مسارح. هذه المسارح مهمة أنا أعتقد، ويمكن كثير من الأخوة الأحوازيين يوافقون، مهمة لإيصال صوت الأحوازيين ولكسب مناصرين دوليين دول وأفراد لنصرة الشعب العربي الأحوازي. أكيد حضور الأحوازي يؤلم السلطات الإيرانية، فهل تحاول السلطات الإيرانية من منع الأحوازيين للوصول إلى مجلس حقوق الإنسان؟ طبعا هذا احنا نلاحظه، يعني تعرف احنا نجي ضمن مؤسسة هي سجون اللي مقرها الاصلي في النمسا، ويديرون مجموعة من الناشطين الحقوقيين ومعظمهم من ابناء الشعب الفارسي. واحنا نلاحظ المضايقات حتى يعني التعامل غير عالي بعض الاحيان، ولكن احنا نعتبرها فرصة ثمينة، وعلينا ان يعني نبتعد عن يعني التمسك بامور ليست لها معنى. احنا عندنا رسالة نعتبرها رسالة مقدسة لنصرة قضيتنا وشعبنا، وعلى هذا الاساس نحاول نتحمل مرارة التعامل السلبي معانا لخدمة قضيتنا. ان شاء الله راح نشتغل وان شاء الله راح نقدم ما نتمكن الى قضيتنا من خلال هذا المعسكر. الطرق اللي تستعملها السلطات الإيرانية المحتمل عشان تمنع الأحوازيين من الوصول، يعني مثلا في بعض الأحيان اليوم اللي نقدم تقريرنا لم يكن مؤكد، وهذا احنا نعتبر في يعني بعض المضايقات التم. انا ما انا متأكد انه السلطات تعرف ان احنا مشكلتنا مو بس مشكلتنا مع السلطات الحاكمة، ايضا مع مشكلتنا مع المشكلة الناشطين بالعشاء الفارس والمعارضة الفارسية على وسط المعمورة، وبعضهم يعني ياخذ موقف سلبي تجاه حضورنا في هذه المؤسسات. ولكن ان شاء الله نحاول احنا بالطرق المناسبه نتجاوز هذه الخطورات او هذه الموانع ان شاء الله، ونحاول ان نحضر ونمثل قضيتنا ونوصل صوت الشعب. استاذ علي قطع، بصراحه انا اشكرك كل الشكر على استجابتك لهذه الدعوه وعلى هذا اللقاء، واتمنى كل التوفيق والنجاح لك في هذه المسيره وهذا الطريق اللي تخدم فيه قضيتك وشعبك. شكرا. وانا ايضا بدوري اشكرك يا اخ مخلص وجهودك الاعلاميه والحضور الموفق وحضرتك معاه، واشكر تلفزيوننا الموقر ايضا، وأشكر من يستمع ويشاهد هذه المقابلة، وأتمنى أن أضفت شيئا من معلومات المشاهدين. شكرا لك.
نعم شاهدنا مقابلة قناة الأحوازية مع أستاذ علي قاطع مدير التنفيذي لمركز الأحوازي لحقوق الإنسان. نرجع ضيفنا أخوي فيصل، تعرف الوقت يداهمنا جدا وبدينا أن نوصل إلى ختام برامجنا، نعتذر لحضرتك. سؤال في ضمن دقيقتين لا تتمكن، في ضمن في النهاية بماذا تنصح الشعب الأحوازي في الداخل الوطن للعمل على هذا الجانب، أي جانب حقوق الإنسان، ليكون عملكم أكثر مؤثرا، إذا تسمح لنا في ضمن دقيقتين أخوي. والله يا أخي مع احتراماتي لك ولشعبنا العربي الأحوازي، أنا لست بمكانة أنا أنصح الشعب، وإنما أنا إنسان بسيط فقط أقدر أمثل الشعب بما يعانون منه، مثلا في المؤسسات الدولية. ولكن أخي الشعب العربي هو ناضج ويعرف طريقته ويعرف ماذا يفعل. ولكن الشيء المهم، تعرف التقارير والأخبار الواردة من الوطن جدا قليلة، وهذا إن دل على شيء هو يخدم المصلحة للمصلحة المحتل. وأنا بصفتي كأخ للأخوة الأحوازيين الناشطين في الساحة الوطن، في ساحة الوطن، عليهم أن يوثقوا جميع الأخبار والانتهاكات الذي تصير بحق الأحوازيين من خلال الإعدامات، من خلال الزج بالسجون، من خلال البيئة. تعرف أخي البيئة يعني عانت يا معانت الويلات، ولكن الخبر أخبار توصلنا قليلة، ولو قليلة ولكن مفيدة ومثمرة. تصور يعني من خلال تجفيف الأنهار وبناء السدود، فيا ريت الأحوازيين أهلنا بالداخل. نعم أخوي دكتور فيصل، أرجوك أن نختصر وراح نكفي لهذا الحد مع حضرتك. مشاهدينا الفاضل، هنا وصلنا إلى ختام نشرتنا برنامج قناة الأحوازية، وأعتذر لضيفي دكتور فيصل لانقطاع السؤال الأخير. وصلنا إلى ختام برامجنا، نراكم إن شاء الله في حلقات أخرى وبرامج أخرى بإذن الله تعالى وضيوف آخر. مع ألف سلامة مشاهدينا الأفاضل. شكرا. اعدام‌ها و همچنین تقریب محیط زیست در اخبار صحبت خواهم کرد. ایشون فعال در حوزه میدیا هستند و مورد شک در اینجا متشکرم به تقدیم. Ladies and gentlemen, the participants, I will read the Ahwazi Arab statement. Dear chairperson, ladies and gentlemen, the participants, I will read the Ahwazi Arab statement in south and southwest of Iran. I would like to thank the organizer of this important conference for organizing the platform for delivering the voice of the oppressed people in Iran. Dear friends, I am talking to you on behalf of the Ahwazi Center for Human Rights. It is about the suffering of more than 10 million Ahwazi Arab citizens in Iran and systematic practices against them of the ethnic cleansing policies and deprival of the most basic human rights, and in particular all items stated in the Universal Declaration of Human Rights, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights. Due to time limit, I will concentrate on two types of flagrant violations of human rights in Ahwaz. First, executions. The Ahwazi people get captured and are prevented by the Iranian authorities to have the right to express and participate in all civil activities in Ahwaz, Khuzestan, Bushehr, Hormuzgan. Their racist policies are aimed at terrorizing Ahwazi citizens through arbitrary arrests, unlawful charges are for muharibah,
enmity against God, corruption on earth, and breach of security. The judgments are always political penalties for individuals and the groups of Ahwazi citizens, leaving them for certain periods in prisons as hostages and then executing them when the Iranian political authorities plan for. Let me remind you of the list of prisoners convicted to death penalty from several Ahwazi cities. These political decisions are intended to terrorize Ahwazi citizens. Therefore, I appeal to you to defend Ahwazi citizens and work to save them urgently. City of Khalafiye. 1. Muhammad Ali Amouri, 33 years old, engineer in the fisheries. 2. Hashim Shahbani, 31, is married and has one child, a blogger and a poet. And teacher. Jabir Abushoke, 27 years old, married and has a child, social activist. Mokhtar Abushoke, his brother, 25 years. Hadi Rashidi, 38 years. These five citizens were active in the cultural organizations of Al-Hiwar, Dalu, arrested on February 2011 and were convicted in July 2012 on political charges as endangering Iranian national security risk and the Muharib, enmity against God, and his messenger in the gun, where the Revolutionary Court sentenced them to death in January 2013. City of Alahiye, Shadigan. The Iranian Revolutionary Court also issued, in a political manner, prisoners of the execution of four Ahwazi citizens on 16th July 2013. All charges of Muharibe and breach of security of the Iranian regime. The prisoners are Abdurraza Amir Yunus Khanafere, poet, was born in 1987. Ghazi Ahmed Abbas, poet, was born in 1987. Abdul Amir Hushang Maqaddam, born in 1986. Shahab Ahmed Abbasi was born in 1986. City of Hamidiye. Iranian authorities have arrested randomly Ahwazi citizens of Hamidiye and have given them death sentences on charges of Muharib and the breach in security, and they are Aidan Abdulkadir Shafi or Besaya, City of Hamidiye, Alwa neighborhood. Adnan Saeed, Hamidiye Sokna, on the shore of Kafa River near Sheikh Hazar's palace. Reza Obeidawi, son of Nazar, Hamidiye Sokna, on the shore of the Kafa River near Sheikh Hazar's palace. Jawad Betrani, neighborhood of Hamidiye Sokna. The city of Ahwaz, Taha Haydarian and Jamshid Haydarian and Abdurrahman Haydarian, in addition to their friend Ali Sharifi, were arrested by the Iranian authorities, and in less than a year, the death penalty against them was implemented on 18 June 2012, despite the international pleas and convictions for the release of them. Many innocent Ahwazi Arabs were executed in cities and villages in the past 7 years after peaceful uprising of the Arab people of Ahwaz in 2005.
as there are still dozens of detainees in prisons held as hostages without any provisions for years, and the executions can be issued and implemented against them at any moment. Ladies and gentlemen, in addition to the execution of innocent citizens of Ahwaz, the Iranian authorities also target the human rights of Ahwazi Arabs. This human right consists of evacuation of their native land, inhuman treatment, destruction of an environmental and economic infrastructure, and looting of the wealth of Ahwazi people who are native to this land for thousands of years. Here I am not able to mention all the flagrant violations against environment, land, housing and wealth in Ahwaz, and claim the organizations of the United Nations, especially the organizations of land and housing and UNESCO and United Nations Environment Program, NUEP, to visit Ahwaz and get brief of the size of the environmental and humanitarian disaster of the exposed people of Ahwaz, who have a wealth of natural resources but receive only poisoning and pollution out of it. There are important documents comparing level of serious pollution that is caused by petrochemical companies in Ahwaz region, especially in the city of Bushehr, overlooking the Gulf Coast. We can deliver to any interested party of this matter. Ladies and gentlemen, with regards to the environmental pollution and decision of desiccation of rivers and marshes, I will rely on Iranian government statements in this regard in order to avoid any doubt of the certainty that Ahwazi people are subjected to a systematic policy of genocide for decades and is in dire need of a humanitarian position to save them from annihilation. Since Reza Shah occupation of the Ahwaz Arab nation on 20th April 1925, successive Iranian governments have been pursuing the policy of ethnic cleansing of indigenous Ahwazi people, Ahwazi Arab people. The natural resources of Ahwaz were confiscated, while the oil and gas industries become the sources of pollution, disease and poverty rather than being a source of wealth, progress and prosperity, as elsewhere in the Gulf States country. According to Ahwazi City's Member of Parliament, Saeed Sharif Hosseini, the region is facing an unprecedented ecological crisis that is affecting drinking water and agricultural irrigation. He also highlighted air pollution problem, which has increased asthma by 17%. Ahwaz City is also recognized by the World Health Organization as the world's most polluted city. Unemployment is an accurate problem in Ahwaz due to the refusal to employ local people in oil industry.